طيب الفقرة دي زي ما أنا نوهت، إحنا معانا ضيف بجد من تراث فريد جدا في لعبة تحديدا رفع الأثقال البارالمبي، حقق نجاحات كبيرة جدا في الميداليات في بطولات العالم. إحنا بنتكلم على بطولات العالم، آخرها كان ذهبية كأس العالم من كام يوم. خلينا نرحب بيه، ومش بس نرحب بيه ونسمع كمان كواليس الرحلة اللي أكيد فيها تحديات كانت كبيرة جدا، ونعرف إزاي هتخطاها ونعرف وصل لإيه والحلم اللي جاي كمان هيكون إيه. خلينا نرحب بضيفنا كابتن محمود صبري، لاعب منتخب مصر وبطل العالم في رفع الأثقال البارالمبي. يعني صباح الهنا والله بجد. صباح الفل لحضرتك. يعني هقول لك على حاجه، الواحد بيسعد جدا لما بيقابل يعني ابطال مصر، انت بطل مصر فعلا وفي رياضات مختلفه، وتحديدا لو هتكلم عن ابطالنا البارالمبيين، لان التحديات اللي بتواجهوها يمكن اضعاف اضعاف التحديات اللي اي حد تاني ممكن يكون بيواجهها، او حتى على مستوى الاولمبيات العادي. فقبل اي حاجه، لان انا معايا بقى يعني سجل البطولات جايبينه لي طبعا زملائنا في الاعداد من 2017 حتى 2023، عندك ميداليه برونزيه في بطوله فزاع الدوليه، ميداليه برونزيه في بطوله افريقيا لرفع الاثقال، عندك ميداليه ذهبية في بطولة أفريقيا المفتوحة وغيره وغيره وغيره، يعني تاريخ كبير. بس قبل الخوض في كل ده، أنا عايزة الناس تعرف مين بطلنا، ابتديت إزاي محمود، ووصلت للي أنت فيه ده برضو بدعم من مين، وإيه التحديات تحديدا اللي واجهتك واللي قدرت إزاي كمان تتغلب عليها. ما شاء الله، كل ده في صال واحد. بص يعني إحنا قاعدين، أنا ممكن ألغي الفقرة الأخيرة. لا لا حضرتك، أنا بدأت زي أي شاب عادي في اللعب، في بدأت رياضة في الجيم، كنت لسه الجيم أصلا كنت لسه ما أعرفش أي حاجة عن رفع الأثقال. فقريت خبر كان تقريبا الكام دوت، كان أولمبياد سيدني سنة 2000، كنت أنا لسه صغنون شوية. فقريت كان بقى عندك كم سنة تحديدا؟ تقريبا 19 سنة. فشفت ال 19 20 في الرينج دوت، فلقيت بقى ما شاء الله جايين ميداليات كتيره جدا، وكان اكبر بقى ليها في الدوره الاولمبيه سيدني كانت رفع الاثقال. فعرفت بقى في بطوله وكده، وبعدين قابلت واحد صاحبي فقال لي ده في فريق بيتعمل جديد في اتحاد نادي اتحاد الشرطه، فرأيك تيجي. رحت عملت اختبارات وبدات. كان ده كان بقى كان بعدها تقريبا بسنه او اتنين. حلو. وبدات في اتحاد الشرطه ولسه فيه لحد دلوقتي الحمد لله. كانت اول بطوله ليا، كانت بطوله الجمهوريه، جبت فيها ميداليه فضيه. بعد كان ساعتها ايام الموازين القديمه، يعني كان ساعتها بطل الميزان كابتن اسامه عبد المنعم، فربنا كرمني جبت انا ايه فضه بعديها. بعدها بسنتين دخلت المنتخب في 2000 او بثلاث سنين. بعدها جت دوره اتينا 2004، وما شاء الله برضو رفع اثقال كان مكسر الدنيا، وجاب حوالي اكتر من 12 او 14 ميداليه. بدات بقى في المرحله ديت، كنت انا لسه بقى ايه صغنون، وعسكرت في المنتخب، انضميت للمنتخب في 2007 في بطوله المحافظات. كان زمان في بطوله المحافظات بتعمل، كانت بتعمل كل سنه، لكن دلوقتي ما بتعملش. بس دي كانت جميله جدا، لانها بتبقى على مستوى، مش مستوى الانديه بس، على مستوى المحافظه كلها. فكان فيها عناصر جديده، كنت انا واحد بيتم منهم. بيتم اكتشافها، بتبقى فرصه حلوه. وما شاء الله اصلا اللي شايل المنتخب دلوقتي دخلوا من المنتخب من البطوله ديت. يعني كابتن شريف عثمان، كابتن هاني محسن، كابتن محمد الديب، كان ناس كتيره جدا ما شاء الله، عشان ما انساش حد، هم اللي دخلوا. كابتن محمد صبحي من الناس اللي انضمت للمنتخب في البطوله ديت. وبعدين سبت المنتخب ما كملتش فيه، قعدت فيه سنه وما كملتش، ورجعت تاني في 2017. ليه وقتها ما كملتش؟ كان حصل حاجه؟ لا، كان ما كملت ساعتها، جالي زي اصابه كده، وبعدين انشغلت بقى في الشغل والحياه خدتني ومش عارف ايه. وانا برضو عايزه نتعرف عليك على المستوى الشخصي، يعني محمود انت بتشتغل، متزوج، يعني ازاي بتوفق برضو بين شغلك زي ما انت بتقول بتشتغل ودلوقتي التمرين؟ انت بطل عالم فلازم عدد ساعات معين، لازم معسكرات، يعني في برضو التزامات كبيره عليك. هو للاسف لعبتنا رفع الاثقال يعني اللعبة تراكمية، بتاخد وقت طويل جدا في المعسكرات عشان اقدر اوصل لاكبر، لا او لاكبر رقم الافضل مستوى. يعني التمرينة فوق التمرينة فوق التمرينة بتوصلنا في الاخر للهدف المستهدف اللي احنا عايزين نعمله. بالظبط. فازاي بتوازن بين ده وده؟ هو ساعتها اللاعب بره المعسكرات وبره المنتخب بيبقى موضوع صعب قوي، لبعد المكان اللي انشغله، مثلا بالعمل بالاسرة مع التدريب. يعني انا مثلا كنت انا ساكن في حلوان، كنت بقى بصحى الصبح اروح الشغل بتاعي في المعادي
في الشركه بتاعتي، وبطلع بعد الشغل اطلع على الدراسه في نادي اتحاد الشرطه اتمرن، وبعدين اروح البيت كل يوم الساعه 10 بالليل. فضل يعني انا خرجت من المنتخب بس فضل الحلم ايه موجود لحد ما عملوا تجارب منتخب في 2017. ففضل الله ما كنت من بين الناس اللي اختاروهم، اللي هي بطوله فزاعه كانت اول بطوله دوليه ليا 2017. والحمد لله كانت ربنا كرم وعملت فيها ميداليه برونزيه وعملت فرق اصلا كويس. ده انجاز لوحده ان انت اول بطوله بتشارك فيها وبتحصل على ميداليه يعني.